في هذا الفيديو راح ألعب جميع أجزاء لعبة Call of Duty. راح نبدأ بأول جزء اللي نزل عام 2003 واللي هو Call of Duty 1، وراح ننتهي بآخر جزء اللي هو Modern Warfare 2 واللي نزل السنة الماضية. يعني راح ألعب 20 جزء Call of Duty. كل جزء راح ألعب فيه طور الأونلاين أو المالتي بلاير لمدة دقيقة إلى دقيقتين، ونشوف إيجابياته سلبياته ونسترجع الذكريات الجميلة اللي فيه. وهذا من أكثر الفيديوهات اللي تعبني في مسيرتي على اليوتيوب، فيلا خلنا نبدأ. قبل لا نبدأ هذا الفيديو برعاية سوني وفي giveaway مقدم منهم، اللي نتابع القناة آخر فترة راح تلاقيني دائما لابس هذه السماعات، واللي هي سماعات الجيمينج سوني إنزون H9، واللي تعتبر أحد أفضل سماعات الجيمينج على الإطلاق. والسماعة فيها كثير خصائص راح تخلي مستواك أفضل في الألعاب، وبالتحديد في ألعاب الشوتر نفس Call of Duty، Valorant وغيرهم. أولا السماعة wireless ما فيها أي أسلاك، وشحنها بيستمر إلى 32 ساعة، وأيضا تدعم البلوتوث وتقدر تفعل الوايرلس والبلوتوث مع بعض على جهازين مختلفين. وثانيا السماعة بتدعم صوت محيطي 360، وهذه الميزة بتخليك تسمع أصوات خطوات الأعداء بشكل جدا واضح. وغير كذا تدعم خاصية عزل الصوت أو النويز كانسليشن، وأول ما تفعلها رح يختفي أي صوت خارج اللعبة. والسماعة بيجي معها مايكروفون وصوتها جدا واضح وسهل الاستعمال، وهذه الخصائص كلها تقدر تتحكم فيها عن طريق برنامج إنزون هاب على الكمبيوتر. تقدر تشغل وتوقف أي خاصية منهم، وكمان السماعة نفسها فيها أزرار تختصر عليك هذا الشيء. والسماعة مخصصة للعب على البي سي والبلاي ستيشن 5، فإذا ودك تطور نفسك في ألعاب الشوتر لازم تجرب سماعات سوني إنزون H9. رابط السماعة موجود في الوصف، وإذا ودك تدخل بفرصة الفوز عليها كل عليك تسويه ادعم فيديو بزر اللايك، اشترك في القناة، اترك اي تعليق اسفل الفيديو، ويلا خلنا نبدا. اوكي شباب، خلنا نبدا باول جزء لكول اوف ديوتي واللي هو كول اوف ديوتي 1 واللي نزل عام 2004، اي من 19 سنه تقريبا. في طور الاونلاين وفي طور القصه. ادري قلت انه رح نلعب اونلاين بهالفيديو، بس بكل صراحه ودي اشوف كيف طور القصه باول جزء لكول اوف ديوتي، فخلنا ندخل ونشوفه. اوكي هلا والله، شوف الجرافيكس كيف. ليش شكلك كذا؟ كأنه ليجو. اوكي يلا يلا يلا، يبيني ادخل اتمرن مع الشخصيات اللي هنا. هلا والله، وين وين وين؟ سبقوني كلهم. هي ثواني شباب، تمارين حربيه اول جزء كول اوف ديوتي. يلا هي هي، ليش الو هم بالجيش كذا من جد بصيروا يطلبوا فوقنا؟ اوكي يلا 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 يلا، اول جزء كول اوف ديوتي يبون يخلوك تتعلم كيف تكون جندي بالحرب العالميه الثانيه. هلا هلا والله. خلاص يا اخوي كفي تتكلم، فكنا. اوكي لو ذبحته شو راح يصير؟ شو صار؟ اوكي طيب، بدهم اني اطلق 6 طلقات وانا قاعد اتمشى. ايزي، 1 2 3 4 5 6. اوه سلاح ثاني. اوكي نفس الشيء، بدهم اني اطلق هنا طلقتين. ها 1 2، بدهم يعلموني على كل الاسلحه اليوم. ترى والله لاعب 20 جزء كول اوف ديوتي. خلصت الهدف قبل لا يتكلم. خلصنا المهمة الأولى. أوه الآن بدأنا مهمة مهمة. أوكي في واحد مشنوق هنا، نقتل الألمان. ألقم ألقم ألقم. أوه لا، صفارات الإنذار كل مكان. لا لا، هدول مين معاي ولا ضدي؟ أوكي عم يحكوا إنجليزي معاي. ألقم ألقم، ابلع. أوه من وين؟ هاي هاي، هدول شو جابهم هنا؟ باقي جندي واحد. القوم ارمي عليهم قنبله، هذول حابسين حالهم فوق. خذ قنبله ثانيه. وين اختفى؟ اوكي القنبله ذبحتني. طيب اظن يكفي كول اوف ديوتي 1 الى هنا، خلينا نروح على كول اوف ديوتي 2. اوكي اول تغيير في موسيقى للخلفيه، الجزء الاول ما كان فيه موسيقى. طيب ابي العب اونلاين، خلينا نشوف في سيرفرات. ما شاء الله كل هذه سيرفرات شغاله للعبه عمرها فوق ال 15 سنه تقريبا. اوكي فيني اختار فريق امريكي ولا الماني، راح اروح مع الالماني، لعبنا من شوي امريكي. وعندي كل الاسلحه هذه، طبعا اجزاء كول اوف ديوتي من زمان تختار سلاحه بس ما في كلاسات، فراح نختار البي بي اس اتش. اوه اوكي رسبنت واحد قدامي على طول. بس طلعوا الجرافيك يا شباب، طلعوا الرسومات، ما هي سيئه والله بكل صراحه. توقعتها
قاعدين يرسلوا قدامي هذول. توقعتها تكون اوه والله دعس. فالكنت ابي اقوله اني كنت متوقع رسومات جدا سيئه، بس لا والله يعني ماشي حالها. العب القم لسه وانا في البدايه قتلت 4. اوه القم ما فيني اركض، ما فيني اسوي سبرنت، اظن الاف صح. خلينا نشوف. اوه والله في سبرنت، بس السبرنت يشيل السلاح. اوه والله يا شباب كول اوف ديوتي 2 فله. طب خلينا نغير السلاح. خلينا نروح مع السنايبر. اي اي اوكي 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 السنايبر، وبقضيها كويك سكوب. القم اوكي، هذه مو كويك سكوب. الله هاي كويك سكوب. الله طب الحين انا عندي سؤال، اللي قاعدين يلعبوا اللعبه هذول السيرفرات مليانه، شو وضعهم بالضبط؟ يعني ليش قاعدين يلعبوا لعبه نزلت عام 2005، نزل 20 جزء كول اوف ديوتي بعدها؟ الله وصلت ليفل 4 يا عيال، جيم واحد. اوكي خلاص يكفي كول اوف ديوتي 2 للان. كول اوف ديوتي 3 ايضا لعبه حرب عالميه ثانيه، ما ادري ليش ثلاثه اجزاء ورا بعض كلها حرب عالميه. المهم حاولت اني ادخل اونلاين في اللعبه عشان اجربها نفس كول اوف ديوتي 2، بس للاسف ما لقيت في اي سيرفرات، فراح نلعب القصه بهاللعبه. اوكي المهمه الاولى هلا. اوكي اظن المهمه هذه تدريب. يب ناخذ السلاح ولازم نطلق على الطواقي هذول. اوكي شباب ادري ما حد بده يشوف التدريب، فسكيب على المهمه الاولى على طول، وانا في نص الحرب وهذول قاعدين يساعدوني وهذا مات. اي طيب طب ساعد اللي مات، ليش قاعد تساعدني؟ اوكي في حرب صايره ورا هذا الحاجز، نحن اخذين حمايه. لا لا ليش انا، ليش انا؟ طلعوا خلوني انا انزل على الحرب، في ناس قدامي قاعدين يطيروا. ابلع 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 انت الثاني، قاعدين حرب النازيين. هاي اوكي اوكي، هذه الحركه بكل اجزاء كول اوف ديوتي يسووها حتى القديمه، اني ادخل مكان وواحد يهجم علي ولازم اقتله عشان لا يقتلني. القم ايوه يا شيخ. اوكي كاتسين. اوه هذه نهايه القصه، اما سريعه كذا ليه؟ اوه لا ما هي النهايه. اوكي ضربونا في دبابات، قوم. هاجموا علينا النازيين، ابلع ابلع انت الثاني. اوكي الدبابات الامريكيه قضت على الدبابات الألمانية، أظن هذه نهاية المهمة الأولى بكول اوف ديوتي 3. كول اوف ديوتي 4 مودرن وورفير 1، هذه اللعبة هي بداية كول اوف ديوتي الحقيقية. أول ثلاثة أجزاء كانوا غير مشهورين أبدا وما كان حد يعرف إيش كول اوف ديوتي من وراهم، بس بعد نزول هذه اللعبة صارت كول اوف ديوتي أشهر لعبة شوتر في العالم في وقتها، هذا الكلام عام 2007. أول تغيير فينا نشوفه إن هنا في كلاسات للأسلحة، تختار السلاح اللي تبيه، تحط عليه الأتاتشمنت، تختار سلاح ثاني، قنبلة، بركات، هذا الشيء ما كان موجود أبدا بالأجزاء الثلاثة الأولى. ده الجيم اخيرا لعبه كول اوف ديوتي من المتعود عليهم. مليت من الاجزاء الاولى. اول قتله، ثاني قتله. هنا في بيرك الجقر شفتوه؟ والله دعس من البدايه، ومثل ما شفتوا في كل ستريك، هذا اول جزء في كل ستريك في تاريخ كول اوف ديوتي، بس عندك ثلاثة كل ستريك ما تقدر تغير فيهم اللي هم وين وين وين. غدره وراي، وإذا واحد ما يلعب كول اوف ديوتي ما يعرف ايش الكل ستريك. فهم انه لما تقتل عدد معين اللعبة تعطيك جائزة، يعني مثلا طيارة تقصف فيها او هليكوبترات. طب خلينا نغير السلاح، ابي سلاح هجومي. الله جبت كل الكل ستريك، خلينا نحطهم قبل يخلص الجيم. وطبعا اكثر شيء يميز هاللعبه كان هذا السنايبر، من افضل السنايبرات في تاريخ كول اوف ديوتي. ابلع ابلع انت وبيرك الجقر، ابلع انت الثاني. لا لا بنتهي الجيم، ابي اجي باخر قتله. يلا 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 لا حد يقتل تكفون.
والله اللعبة كانت حلوة. أنا ما بدأت منها، أنا ما لعبت هاللعبة إلا بعدين، بس كانت حلوة كبداية كول أوف ديوتي. وتنويه بسيط، هذه مو النسخة الأصلية، لا، نسخة الريماستر اللي نزلت عام 2017، نفس اللعبة الأصلية بس برسومات محسنة. كول أوف ديوتي وورد آت وور أحد أول الألعاب من تطوير شركة تريارك، نزلت عام 2008. صحيح إن اللعبة بالحرب العالمية الثانية نفس أول ثلاثة أجزاء، بس لا، هذه لعبة حرب عالمية محترمة، يعني نفس مودر وورفير، فينك تضبط كلاس، تحط سلاح أول ثاني، قنبلة فلاش وبركات، فري فور أول. هلا والله، هذا داخل في RPG الخوي. القم القم القم، لا 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 لا، ارمي فلاش ولا غاز ولا مدري ايش هذه. اوكي 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 اوكي، لا هذه من جد لعبة حرب عالمية ممتعة، مو نفس اول ثلاثة اجزاء. ابلع. طبعا شباب، هذه ماب كاسل، رجعوها على كول اوف ديوتي فانغارد. مدري اذا حد منكم لعب فانغارد، بس كانت موجودة هناك. جابوا دوغز، جابوا دوغز. مين اللي حق يجيب دوغز؟ لا 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 لا، انا المشكلة انا بجيب دوغز، انا هجيب دوغز. خلني اتخبى من الدوغز هنا، بيجوا يا من اليمين يا من اليسار. لا 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 لا، يا كلب يا ابن الكلب. طلع واحد بوجهي وطلع كلب على يميني بنفس الوقت. والله اصوات الاسلحة متعة. وانتهى الجيم وانا الثالث. اوكي شباب، ادري بداية الفيديو قلت اني ما راح العب زومبي، بس بما ان هذا اول ماب زومبي في التاريخ، فقلت لازم كذا نلعب على السريع. شوفوا يا اخي، كانت الزومبي مخيفة والله، ما ادري هيك تعطيك شعور بالخوف غريب. الله على موسيقى الراوند الكلاسيكية. اوه خلص الطلق، خلص الطلق. افتح الباب، افتح الباب. بسرعة بسرعة، صندوق صندوق، سلاح في سلاح. حلو، شوت جن يا واد. ابلع ابلع انت الثاني. وماك سامو على الوقت. القم. لا 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 لا، انا يوتيوبر زومبي واموت راوند اربعة؟ يا فضيحة. والان خلينا نلعب كول اوف ديوتي مودرن وورفير 2. هذا الجزء انا بديت منه لعب كول اوف ديوتي بعام 2009، كان عمري 12 سنه وقتها، وخلاني ادمن على اللعبه والعبها الى يومنا الحالي، والى الان يعتبر افضل جزء كول اوف ديوتي بالنسبه لي. هالجزء طوروا فيه كثير عن الاجزاء السابقه، بس اهم التطويرات هي الكل ستريك. قبل كان في عندك ثلاثة كل ستريك ما تقدر تغيرهم، بينما هنا طلع عندك قائمه كبيره وفينك تختار منها على راحتك. هاي رايس من افضل المابات بتاريخ كول اوف ديوتي. الله على النغمة، الله الذكريات. بدل عام عليهم بسرعة بسرعة، ما حد شايفني ما حد شايفني. آخ شافني. أول ثاني. أوكي 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 أوكي، هنا لو جبت سبع قتلات بدون ما أموت جبت النيو خلاص. ثلاثة. القم، ما عاد عندي طلق فلازم استعمل الشوتجن. القم، كسر لهم الرشاش، باقي لي قتله ولا اثنين. القم القم، يلا كمان قتله. في واحد هنا. ايوه ايوه ايوه، حلو 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 حلو. حط الطياره وين وين وين، خلي احطها هنا، والان اخلي الطياره هي تسوي الشغل. او خوفني. حلو، يلا يا طياره كملي كملي، جيبي لي الهليكوبتر. القم، شفت الهليكوبتر، يلا للنيوك. لازم تخبى مكان كويس، لازم تخبى مكان كويس، ان شاء الله هالمكان يكون كويس. يلا ويبدا الدعس. يلا يلا موت، يلا 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 يلا، كمان كمان. القبوا حشر سبون. وبس نشغل النيوك بهالبساطة، اجيب النيوك في اللعبة، والنيوك ينهي الجيم في الكامل، خلاص الجيم كله راح ينتهي. عشان كذا قلت لكم جبت فوق ال 260 نيوك بهاللعبة، لانه جدا سهل، بس ما ادري في منوب ما يجيبوه. اخ والله الى الان هذه افضل جزء كول اوف ديوتي عندي. كول اوف ديوتي بلاك اوبس 1، هذه اعظم قائمة في تاريخ كول اوف ديوتي وتاريخ الالعاب، قائمة جدا رهيبة. واحلى شيء لما حول على الزومبيز. اوه
يحط هذا اللي فوق يتحول زومبي، شوفوا يقعد يحاول يجي لعنا. بس بهذا الفيديو راح نلعب المالتي بلاير، خلنا نروح على الدعس. بلاك اوبس 1 يعني نيوك تاون، ما راح العب الا نيوك تاون. شوفوا 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 اللون الذهبي، من احلى الالوان الذهبيه بتاريخ كول اوف ديوتي تبع بلاك اوبس 1. القم والريلود هذا اللي يجي اثنين مع بعض. وشوفوا سلاح الثاني باليستيك نايف. القم الله القم. نرمي الكير باكج نشوف ايش تعطينا، وفي حال متت فخلني احط التكتيكال انسيرشن هنا. هذه لو متت خليني ارجع اعيش بنفس المنطقه. اوه صاروخ حلو. اوه لا هذا صاروخ بس شوفوا كذا اضربه واتحكم فيه. لا ما قتلوني وانا بالصاروخ. الله السنايبر تبع بلاك اوبس 1 طبعا لازم كويك سكوب. ابلع ايوه تعال اللي بعده اللي بعده كمان كمان ايوه فجر اهلي. هذا بالار بي جي احكي لكم معلومه عني شباب، اول ما نزل بلاك اوبس 1 ما حبيتها ابدا، وقتها كنت مدمن على مودرن وورفير 2 وما حبيت اللعبه، قلت الرسومات الجرافيك اسوا، نظام اللعب بطيء ما ادري ايش، فسحبت على اللعبه ورجعت على مودرن وورفير 2 وظليت في مودرن وورفير 2 تقريبا شهر شهرين وانا ساحب على بلاك اوبس 1. بعدين كل اصحابي اللي كنت العب معهم نقلوا على بلاك اوبس 1، فقلت خلاص ما راح اضل لوحدي ونقلت. ولما نقلت وصرت العبها بشكل يومي قلت انا وش كنت مضوع على نفسي، هذه من افضل اجزاء كول اوف ديوتي وادمنت عليها. وانتهى الجيم، والله من افضل اجزاء كول اوف ديوتي. Call of Duty Modern Warfare 3 هالجزء يعتبر تقريبا نسخة من Modern Warfare 2 بس نسخة متوازنة، كان في كثير اشياء قوية وتخرب اللعب بمودرن وورفير 2 هنا عدلوه. هارد هات هذا الماب رجعوه على مودرن وورفير 2019. الله واو الموسيقى، دائما الافرق الروسية يكون عندها موسيقى رهيبة. اوكي في هذا النفق دائما عليه زحمة، على طول اول ذبحة القم. اوكي مثل ما شايفين يا شباب ذبحت اثنين وجاني بيرك. اوه وراي وذبحت اربعة وجاني بيرك ثاني. بمودرن وورفير 3 كان في شغلة جديدة اسمها سبيشاليست، واللي هي تبدل كل ستريك ببركات، ولما اذبح سبعة تجيني كل بركات اللعبة. اوه لا 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 ايوه سبيشاليست حاليا عندي كل فركات اللعبة. اوه ارمي سي فور. اوه حرام حرام. اللعبة كانت سريعة سريعة جدا، وهالرشاشين هذول كانوا من اقوى الاسلحة الفرعية في كول اوف ديوتي. حرام. وصح هنا في هاللعبة كل كلاس تحط لها الكل ستريك الخاصة فيه. حلو حلو عيش عيش وخر. حلو 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 شفت الهليكوبتر. يلا يلا باقي كم قتل على اسمي وثرت. مودرن وورفير 3 ممتعة والله كانت اللعبة. Call of Duty Black Ops 2 عدد كبير من اللاعبين بيعتبر هذه اللعبة أفضل لعبة Call of Duty بالتاريخ. اللعبة كانت رائعة من كل النواحي، القصة، الزومبي والمولتي بلاير، وأكثر شيء كان يميزها هو نظام العشر نقاط في تنظيم الكلاس، فعندك عشر نقاط ضبطها على راحتك. هنا مثلا نضبط كلاس طبيعي، هنا شايل كل شيء وحاطط ست بركات على كيفي، فيني أضبطها على راحتي. هلا والله ماب هاي جاك هذا كمان ماب جدا رهيب، ورجعوا تقريبا على بلاك اوبس 3 وعلى بلاك اوبس 4 في كل جزء يرجعوه، بس من هنا بدأ. القم طبعا مثل ما شايفين انا حاطط كل ستريكات جدا عالية، حاط اعلى كل ستريكات اللعبة فمهايط انا شوي، ان شاء الله اقدر اجيبهم. بعدني لعيب المهارة لسه موجودة. بلع
خد. لا 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 تكفى تكفى تكفى، تعال بزعلي بزعلي بزعلي. سلاحي الثاني. لا اوه والله كان بيطعني. حلو جبت الفيسات. هذه تفضح اماكنهم على الخريطه مثل ما شايفين، اقدر اشوفهم بالتفصيل كيف قاعدين يمشوا. في واحد تحت، في واحد تحتي بالضبط، شلناه. يلا باقي لي واحد ولا اثنين. ابلع. جبت كلاب، جبت كلاب. والله جبت الكلاب اللعبة. اوكي شغل شغل سوار، شغل الدوغز. الكلاب يطلع من هنا، صدقوا اول مرة اعرف هالمعلومة. الطيارات اللي في الجو، ايوه هذا هذه تعادل انك جبت نيوك بمودرن وورفير 2. هذه هنا بهاللعبة ما في نيوك، بس تجيب الدوغز والسوارم هذه تعادلها. راح احاول اجيب الدوغز والطيارات مرة ثانية. اثنين ثلاثة ريلود وانتهى الجيم. خلاص اهم شيء جبتهم مرة، هذا المهم. ونتنقل من احد افضل اجزاء كول اوف ديوتي بلاك اوبس 2 الى اسوأ جزء كول اوف ديوتي، او من اسوأ الاجزاء كول اوف ديوتي جوست. من اول ما تبدا اللعبه راح تشوف انه في كثير تغييرات على كول اوف ديوتي ما لها اي داعي. مثلا هنا بدل ما كلاسات لا عندك شخصيات، وكل شخصيه تفوت عليها فيها كلاسات. شو الغباء؟ بس في تغيير عجبني صراحة واللي هو البركات، وعاطينا كل هالبركات وعندك 8 نقاط تختار اللي تبي. بس في بركات بنقطة واحدة تكون ضعيفة نفس هذا وهذا، في بركات أقوى شوي بنقطتين، في بركات لسه أقوى بثلاثة، وعندك مثلا بيرك بخمسة نقاط. طيب نبدأ الجيم. ألقم الله دبل كل من البداية. اوه في الشنطة الزرقاء، يب نسيتها. الشنطة الزرقاء هذه اللي تميزت كول اوف ديوتي جوست. هذه شنطة تكون عشوائية، يعني اي واحد يقدر ياخذها في الجيم، شخص واحد بس، ويعطوك تحدي. انا التحدي اللي اعطيني اياه الان اني اكثر واحد من ورا ظهره. وجبت الكلب. الله حرام، لا راحت الشنطة. كلبي كلبي تعال، وين الكلب؟ هلا والله يا خوي تعال هنا هنا. اما مسمي الكلب على اسمي، حس هذه مسبه. ونسيت هنا اليو اي في الغبي، اليو اي في تحطه على الارض بدل ما يكون في السماء. خلينا نغير السلاح، خلينا نغير السلاح. اوه نسيت هذا السلاح، هذا الرشاش، بس ما يمديك تأيم فيه. اخلط يا واد. اوه شنطة الزرقاء، خليني اخذها واجرب هالمرة اذبح واحد من ظهره. طيب بس سويتها سويتها صح؟ خلنا نجرب هالمرة حظي، او بيعطيني الشيء اللي بداخله ولا لا. يلا يلا يلا. ايوه 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 هذا اللي يطلع من الكير باكج. شوفوا شوفوا. اوكي ياب مثل ما شفتوا، تاخذ شنطة زرقاء تعطيك تحدي، بتسويه تعطيك نيوك بيدمر ام الماب. حرفيا الماب كله تغير مثل ما شايفين، من كير باكج، من تحدي بسيط، وانتهى الجيم. والله كول اوف ديوتي جوست ما كانت جدا سيئه، انا استمتعت فيها ولعبتها بشكل جدا كبير، بس هي مشكلتها انها اجت بعد بلاك اوبس 2. كول اوف ديوتي ادفانس وورفير، وشوفوا السكيل الرهيب اللي حاطه. ادفانس وورفير كان اول جزء بكول اوف ديوتي بالمستقبل، وفي طيران وجيت باك، واراء الناس مقسومين عليه. في ناس شايفينه حلو وفي ناس شايفينه جزء سيء. انا من الناس اللي شايفه حلو واستمتعت فيه بشكل جدا كبير. ونبدا الجيم ونبدا الطيران ونقول بسم الله. والله اشتقت لنظام الحركه السريع هذا. القم. سلاح الثاني هالمسدس يذبح بطلقة واحدة، بس إذا الرجال جيب الطلقة جدا صعب ما تجي. والله جت، طلعت رجال. خلنا أشوف إيش بيجينا بالكير باكج. الكير باكج هنا صاروخ. أوكي إير سترايك صاروخ، ما راح استعمله. وطبعا بما إن اللعبة بالمستقبل فلا ننسى أسلحة الليزر، نفس هذا اللي معاي ونفس هذا اللي ذبحته. القم. بس أسلحة الليزر تعبانة والله. لا والله مو مرة تعبانة. في هذا اللي يطلق شعاع ليزر وفي رشاش ليزر. انا اوريكم الرشاش، حتى هو رشاش عادي صراحة، بس انه الطلقات ليزر، هذا الفرق. وغير اسلحة الليزر عندنا اسلحة الموجات الهوائية، نفس هذا الشوت جن. يب يطلق هواء.
اوه شفت الحركة الذكية هاي؟ القم في خاصيات تختارها لكل شخصية، فأنا اخترت خاصية الشيل اللي هو فجأة بس أشوف حد قدامي أقدر أطلع شيل. وكمان كان فيها أسلحة غبية ما لها علاقة بالمستقبل، لا سلاح من العصر الحجري. الله طلعه نص ساعري لود الحين، يعبي البودرة ينظف السلاح يضبط مرة ثانية، يلا نص ساعري لود ينظف يحط مدري إيش، بس قوي والله السلاح قوي والله قوي. واحد أحلى الأشياء في هاللعبة هو السكين، تعطي واحد بوكس تخليه يطير لورا. خلينا نجرب السكين على هذا، الله شوفوا لوين طار. اوف والله اندمجت باللعب الف، ولا حسيت اني نسيت اني قاعد اصور. والله لازم يرجعوا نظام الحركه هذا على كول اوف ديوتي، اشتقنا له. والان صار وقت الحب، العشق، الغرام، كل الكلمات الجميله ما تكفي بحقها. كول اوف ديوتي بلاك اوبس 3، عدد كبير من لاعبين كول اوف ديوتي بيعتبر هذه افضل لعبه في السلسله، واكثر شيء يميز اللعبه عن باقي الالعاب هي شخصيات السبيشالست. في عده شخصيات تقدر تختار منها، وكل شخصيه عنده الخصائص الخاصه فيه، وطبعا شخصيه سبكتر هو المفضل بالنسبه لي. ويلا نبدا بلاك اوف 3. اخ شو قضيت ساعات على هاللعبة. معلومة بلاك اوف 3 هي اكثر لعبة كول اوف ديوتي لعبتها في حياتي. دخلت على كان في موقع من بلاي ستيشن يبين لك عدد ساعات الالعاب اللي لعبتها، فبلاك اوف 3 كانت رقم 2. رقم 1 كانت لعبة دستني، هي اكثر لعبة لعبتها، بس على طول بعدها رقم 2 بلاك اوف 3. طبعا احلى حركة هنا كانت انك تمشي على الحيط وتصيدهم. شلنا الاول نجيب الثاني ومت. او صح انا عندي السبيشل وماني مستعمله الى الان، ليش؟ انزل اطعن. ايوه والله السبيشل تبع شخصيه سبكتر رهيب. طب خلينا نجرب سلاح جديد، هذا كان افضل اس ام جي عندي في اللعبه. لا ابلع. الله جبت الهليكوبتر، باقي لي شوي اجيب الرابس، باقي لي 75 اجيب الرابس. الله جبت اعلى كل ستريك في اللعبه، نزل يا واد. طبعا في حركه رهيبه كنت اسويها بايام سيرش، اجي هنا على الحيط امشي 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 وانط واصير بسبونهم على طول بدايه الجيم بسيرش، ومعي شوت جن واشيلهم. نفس شلنا الاول كذا الثاني. اوه ابلع ابلع، تعال تعال تعال. ايوه في واحد هنا. اوكي شباب دعستهم كثير الصراحه، فبكمل الجيم بوكسات خلاص، اعطيهم شويه فرصه. ابلع تعال 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 ابلع. انتهى الجيم يا اخي، والله نسيت كميه المتعه في هاللعبه. طيب خلنا نروح من احد افضل اجزاء كول اوف ديوتي بلاك اوب 3 الى احد اسوأ اجزاء كول اوف ديوتي واكثر جزء مكروه، كول اوف ديوتي انفينيت وورفير. اعلان هذه اللعبه على اليوتيوب دخل الرقم القياسي باكثر اعلان لعبه عليه ديسلايك في تاريخ اليوتيوب، يعني الناس كانوا كارهين هاللعبه قبل لا تنزل. ليش؟ لان الناس كانوا مالين المستقبل، اجت هذه اللعبه بالمستقبل البعيد مره، فضاء واسلحه ليزر، ويعني كانت جدا مستقبلية. اللعبة فيها شخصيات نفس بلاك اوف 3، بس الشخصيات كلهم رجال آليين أو بشر لابسين أواعي آلية مثل ما شايفين، ما تقدر تشوف وجه واحد منهم. طيب نبدأ الجيم ونشوف هل اللعبة كانت فعلا سيئة نفس ما قالوا الناس ولا كانوا ظالمينها. طبعا الماب اللي نحن فيه على القمر، مثل ما قلت لكم اللعبه بالفضاء، فاي نحن على القمر وهذا كوكب الارض هناك، وهذا ماب تيرمينال من مودرن وورفير 2 ومودرن وورفير 3. كاني شايف واحد هنا. ابلع القم. كامبر في الزاوية، واهم شيء شوفوا القنبلة اللي عندي، طلعوا قنبلة ثقب اسود. انبلع في الثقب. ايوه انبلع. وعلى سيرة الثقب الاسود، فهذا ماب بالكامل بجانب ثقب اسود بالفضاء. اي شوفوا ثقب اسود بالكامل جبنا، ما ادري كيف نحن واقفين هنا، المفروض يسحبنا. ابلع ابلع ابلع. هالسلاح اللي معاي رهيب، هو رشاش بس لو اضغط مثلث يتحول لصعقة كهربائية. شوفوا ابلع القم. او صح اللعبة فيها مشي على الحيط صح، فاظن اقدر اني اجي هنا. اي والله بعدين اجي هنا. نسخ لصق من بلاك اوف 3 بس بالمستقبل مرة اكثر، وهالحركة كلها على الفاضي. اوه شو هذه، فكرت اني ثقب اسود. لا عندي عنكبوت. طيب شو يسوي العنكبوت؟ يفجر نفسه. كفو عليك. اوه عندي السبيشل، خليني اشوفه ايش هو.
اوه ايدي صارت رشاشات. شكله قوي شكله قوي. ابلع ابلع القم. حرام وخسرنا الجيم. وكم حد يقول انه بشارك قاعد تتكلم كأنك اول مرة تلعب اللعبة. اي يعني هذه اللعبة حرفيا لعبتها يمكن اول اسبوع من نزولها وسحبت عليها ولا رجعت لها بعدين. طيب وخلنا نروح من احد اكثر الاجزاء المكروهة الى اكبر مقلب بتاريخ Call of Duty بالنسبة لي، واللي هو جزء Call of Duty World War 2. ليش مقلب؟ لانه بعد 3 سنوات من العاب مستقبلية اجت لعبة بالحرب العالمية الثانية، والجمهور ولاعبي Call of Duty كانوا راح يموتوا من الحماس. ولما نزلت كانت جدا مملة، جدا ميتة، جدا ما ادري شو اقول، بس ما هي ممتعة ابدا. نظام الكلاسات في اللعبة كان جديد، اللي هو تختار الجندي تبعك ايش، هل هو طيار، هل هو تبع الدبابات، هل هو متسلق جبال، وكل جندي تختاره عنده 5 خصائص خاصة فيه. وطبعا ما في بركات، هذا اول جزء Call of Duty ما في بركات. لا طبعا انتم شايفين بداية الجيم وفي طيارات وقصف وحركات. اول قتلة، ثاني قتلة. طبعا مثل ما شايفين هيك الوان الماب، الاجواء جدا باهتة. ادري انه اي كذا كانت اجواء الحرب العالمية الثانية من الدخان في كل مكان، بس كل المابات يعني ما في ولا ماب يفتح النفس. مع الوقت صار معي اكتئاب وانا العب هذه اللعبة. عندي كلستريك مولوتوف. بلع وشوفوا صريخة كيف. والله انا اسف ما توقعت اتعذب كذا. خذ. ما بيسمع صريخة، خلاص ما بيحس بتأنيب الضمير. طبعا بس حاب اوضح شيء، ان انا ما حبيت اللعبة ابدا، بس هذا مو يعني انه الناس ما حبوها. يعني انفينيت وورفير الكل اتفق على كره اللعبة، هذه لا، هذه في ناس حبوها. لا الله جاي كنت ابي اسوي له فينش، نسيت انه ما في فينش. الفينش باللعبة اللي بعد هذه مودرن وورفير. واعطيكم معلومة عني، على هذا الجزء تركت Call of Duty وصرت العب لعبة ثانية، واللي هي ما راح تصدقوا بس كانت لعبة فورتنايت. بسبب اني كرهت هالجزء بشكل جدا كبير حولت على فورتنايت. كانت فورتنايت لسه جديدة. لعبت فورتنايت من اول يوم نزلت فيه اللعبة، لعبتها وضليت مدمن عليها سنة كاملة، بعدين تركتها لما نزلت بلاك اوبس 4. او لا، اللعبة اللي بعد هذه بلاك اوبس 4 مو مودر وورفير. جبت خربط، جبت العيد. Call of Duty Black Ops 4 بعد 2 سنين جدا سيئين مع Call of Duty، مع Infinite Warfare و World War 2، جات Black Ops 4 اللي المفروض تكون المنقذة لسلسلة Call of Duty. هل كانت فعلا المنقذة؟ نص نص تقريبا نقدر نقول. اللعبة فيها شخصيات سبيشاليست نفس Black Ops 3، حتى نصف الشخصيات هم نفسهم بالضبط من Black Ops 3. طيب ونبدأ الجيم. هلا والله والله اجواء الماب حلوة، اعصار ومطر. ابلع ابلع، والله ايمي ضايع فيها الف. اوكي اوكي خليني ارجع على المي واغدرهم من هنا. اوكي حاط سلاح الثاني الشوت جن. ابلع. لا 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 حرام. بلاك اوبس 4 كان فيها كثير اشياء غريبة، نفس هذا الطور مثلا اسمه كنترول، هذا الطور الاساسي في اللعبة. عادة الطور الاساسي يكون تيم ديث ماتش، هنا لا، خلوا الطور الاساسي هذا المود اللي اسمه كنترول. شيء ثاني، الهيلث عندك عداد الحياة ما يرجع لوحدة، لا لازم تحط ابرة. الحين شوف اعطيت ابرة رجع الهيلث. هاي اول مرة في تاريخ Call of Duty انه العداد الحياة ما يرجع، لازم ابرة. لا اوه صار عندي السبيشل. ايوه من الاشياء الجديدة في هاللعبة ان كل شخصية عنده نوعين سبيشل. مثلا شخصيتي عنده الخاصية الاولى حبل، والخاصية الثانية يضرب الارض ويذبح اي واحد موجود هنا. لا لا والله السلاح كان فتاك. والشيء الثاني الغريب في هاللعبة ان الاطوار 5 ضد 5، بينما متعودين قبل باجزاء Call of Duty تكون 6 ضد 6. اوه شوفوا السمك، اقدر اذبحه؟ اما السمك ما يموت، وين الواقعية؟ طبعا مثل ما ذبحتوا اللعبة ما فيها طيران، مو نفس بلاك اوب 3، هي تشبه بلاك اوب 3 جدا بس بدون طيران ومشي على الحيط. اوكي وهي شخصية جديدة ايضا عندها خاصيتين، الخاصية الأولى أقدر أحط هذا الشيء، أثبته هنا، ويصير فريقي يقدر يعيش هنا، كل فريقي يقدر يختار هذه النقطة ليعيش منها، والخاصية الثانية هي المسدس اللي يذبح بطلقة. ابلع ابلع. روح انت الثاني. اوه فزنا الجيم.
بلاك اوبس 4 كانت جزء كويس، ما هو سيء ولا هو جدا ممتع. كول اوف ديوتي مودرن وورفير 2019 او الريبوت لسلسله مودرن وورفير. استوديو انفينيتي وورد بعد انتهاء سلسله مودرن وورفير الاصليه حاول يعمل كول اوف ديوتي جوست وفشلت، حاول يعمل كول اوف ديوتي انفينيت وورفير وفشلت فشل ذريع، فقال خلاص نرجع لمودرن وورفير. هل نجحوا فيها؟ اي نجحوا نجاح بارع، ما انقذوا نفسهم بس، لا انقذوا لعبه كول اوف ديوتي بشكل كامل. طبعا اللعبه فيها عده تغييرات عن كول اوف ديوتي المتعودين عليها، بس اهمها الجن سميث. قبل كان انك تحط اتاتشمنت على السلاح يمديك واحد او اثنين، هنا لا فيك تحط 5 اتاتشمنت على السلاح وتضبطهم على راحتك. اوه هذا ماب هارد هات نفس اللي لعبنا فيه بمودرن وورفير 3، قلت لكم انه رجعوه هنا. طبعا داخل سيرش اند ديستروي لانه خلاص طقوسه في ناس فاتحين المايك. الشيء الاول وين طلع هذا؟ شباب نقدر نجيب كمباك، ابي اقول لهم مستوى نهايه الجيم ما عاد، بس حادث اللي يوردينا مت. ترى واضح انك مفعل هاك. اي واضح واضح انك مفعل هاك. اسمعوا شباب كلنا نهجم هجوم واحد، ميتين ميتين. قلت لكم شلت الاول. ما شاء الله شباب انتوا مسحتوا مسح. يلا بس الله ياخذك الله يوفقك. ليش يلا ديدي معنا مستواك مزق بس جديد فاهم. اوكي غيرنا الطور، دخلت هارد بوينت بدل سيرش اند ديستروي. وشوف شوف المقدمات الرهيبه، تاريخ كول اوف ديوتي قبل ما كنا نشوف مقدمه هيك تجي بسياره وتنفتح ابدا. والله نازل دعس. يلا 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 ننزل فيها على الهارد بوينت. تربل 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 الله. طيارة جابت كمان واحد، بجيب الجقر. اوه في حد هنا. فزنا 1-2-3. والله مودرن وورفير الملتي بلاير كان فيها ممتع ممتع. كول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور، هذا الجزء يعتبر سيء عند عدد كبير من اللاعبين، بس مو بالنسبة لي، أنا شخصياً حبيته كثير، القصة كانت رهيبة، الزومبي كان ممتع، والملتي بلاير كان كويس. شوفوا شوفوا المقدمة، نازلين بالهليكوبتر. طبعاً كملوا على نفس الحركة تبع مودرن وورفير. ودبل كل من بداية الجيم. وايضا موجوده الابره نفس تبع بلاك اوبس 4 ومودرن وورفير. والله نازل دعس. نظام الكيل ستريك بهاللعبه مختلف عن اي جزء كول اوف ديوتي ثاني. جبت الكير باكج. نظام الكيل ستريك هنا كل ما يزيدوا عدد قتلاتك سكورك بتضاعف. لما تقتل اول قتله يعطيك 50، ثاني قتله 100، اللي بعدها 200، كل مره يتضاعف. لو متت عداد الكيل ستريك ما راح تخسره. كنت مجمع. شوفوا الغرفة، شوفوا الغرفة، غرفة أركيد شكلها جدا رهيب والله. حتى في لعبة أركيد لماب الزومبي من بلاك اوبس 3 دي رايس اندراخ. الحلو في بلاك اوبس كولد وور انه اجواءها في الثمانينات، فتلاقي تصميم اللعبة للثمانينات، يعني شوفوا هالمحل مثلا ولا هذه الملابس. اوه شوف الحين جبت الكل ستريك اللي بعده مع اني مت اكثر من مره، بس عادي جبته، العداد ما يروح. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف الحال اخي؟ بس بسالك سؤال، تعال بسالك سؤال، تعال تعال. ايوه بس في موضوع مهم بكلمكم عليه. اوه ذبحت نفسي. دبل كل دبل كل. اوف والله كانت لعبة ممتعة. أظن العدد الأكبر من الناس ما تقبل اللعبة عشان الجرافيكس أو الرسومات، لأن بكل صراحة الرسومات تعتبر سيئة مقارنة بمودرن وورفير. هذا ستايل بلاك أوبس إنه الجرافيك تبعها كرتوني، فالناس تعودوا على الواقعية بمودرن وورفير فما تقبلوا اللعبة. أظن هذا السبب. كول أوف ديوتي فانغارد
هذا من اكثر الاجزاء المكروهه في كول اوف ديوتي، مو اكثر واحد، اظن اكثر واحد انفنت وورفير، بس يعني من اعلى ثلاثه اجزاء الناس كرهوها. اللعبه نسخ لصق من مودرن وورفير 2019 بس باجواء حرب عالميه ثانيه، يعني اخذوا مودرن وورفير حطوا عليها سكن حرب عالميه ثانيه ونزلوها. حتى لو تشوف نفس القوائم، تروح عند الاسلحه، نفس اللود اوت، نفس الكيل ستريك تشبهها بشكل كبير، الفيلد ابجريد نفسهم تقريبا، كل شيء نفس مودرن وورفير. حتى في مودرن وورفير كان في جيم مود مشهور اللي هو شوت هاوس شيبمنت، هنا عملوا لك نفسه بالضبط شيبمنت بس مع ماب ثاني اسمها هاس. حتى شوفوا المقدمه كذا تسليكيه، مو نفس بلاك اوبس ومودرن وورفير. جبت الكلب، هلا والله، كمان اسم الكلب بشار هنا اهانه. وجبت الدث ماشين، بلعوا القبو. لا 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 حرام. طب خلني اورجيكم اقوى شوتجن او اكثر شوتجن خربان في تاريخ كول اوف ديوتي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اوه والله الشوتجن رهيب، والله الملتي بلاير كان سريع جدا، اسرع من اي جزء كول اوف ديوتي، بس الناس سحبوا عليه بسرعه ما ادري ليش الصراحه. واخيرا وصلنا لاخر جزء كول اوف ديوتي واللي هو مودرن وورفير 2. اراء الناس على هذا الجزء مختلطه نوعا ما، بعض الناس حابينه وبعض الناس مو حابينه ابدا، والجزء فيه كثير تغييرات صراحه. اول جزء القائمه، والله القائمه جد سيئة، يعني ما ادري شو خطر على بالهم. شوفوا 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 القائمة، دخلك بالحيط ما تعرف انت وين، انا وين؟ انا في الملتي بلاير، الحين صرت ما ادري، الحين صرت في اللي هم مقترحينه، طيب وين الوارزون؟ ما ادري، دور وين الوارزون، هيك امشي يمين يسار، لا الله يفرج عليك وتلاقي الوارزون. ونظام البيركات كمان أول مرة نشوفها، اللي هو تبدأ ببيركين بس، تختار اثنين، بعدين وأنت قاعد تلعب في نص الجيم بيجيك بيرك من هالقائمة، وعلى نهاية الجيم يعطوك بيرك يكون جدا قوي. ونبدا جيم، مع اني يعني العب اللعبه يوميا بس يعني عشان الفيديو. خلينا نحاول نتعس الجيم. اوه وجاني ثاني بيرك ومت. يصح شوف هالقنبله، ارميها على الحيط تخترق الحيط وتفجر الجهه الثانيه، ما راح تذبح احد بس يعني. والله دمجت كويس. طيب خلني احط البخار وادرعم عليهم، حان وقت الدعس. الاول تعال تعال. كان بينتقم لخويه هذا. تعال يا خوي تعال. وطبعا من اكبر التغييرات في اللعبه هو نظام الحركه، واللي خلى عدد كبير من اللاعبين ما يحبوا اللعبه. يعني قبل في مودرن وورفير اللي قبل هذه تقدر تعمل سلايد، تكنسل سلايد، تعمل تنط، تصير 360، الحركه فيها جدا سريعه. هنا لما تسوي سلايد طلع في كذا في شيء ستوب يمنعك انك تكمل حركه. وشيء ثاني ما اقدر الغي الريلود، يعني مثلا طخيت هنا ابي اسوي ريلود، طلع واحد بوجهي ابي الغي، ما في ابدا، راح يسوي ريلود لو ايش ما سويت. واحد وراي. فاي كنت اقول هالحركات تبطئ اللعب، بس هم سووها عشان تكون اللعبه متوازنه اكثر. فايه والله ما عندي راي صراحه، لسه اللعبه يعني ما مر عليها نصف سنه. فاكتبوا لنا في التعليقات شو رايكم في مودرن وورفير، قاعدين تلعبوها ولا لا؟ كول اوف ديوتي موبايل بكل صراحه ما كنت ناوي العبها بالفيديو، لانها ما تعتبر من اجزاء كول اوف ديوتي الاساسيه اللي تنزل على البي سي او الكونسول. بعدين تذكرت ان عدد جدا كبير من متابعيني منكم يلعب كول اوف ديوتي موبايل وراح يزعل اذا ما لعبتها، فايه خلينا نلعبها. هلا والله. طبعا الجرافيك هاللعبه ورسوماتها افضل من الاجزاء القديمه، اول ثلاثه اجزاء. القم القم القم. انا المشكله كل ما ادخل كول اوف ديوتي موبايل داخلي مع بوتات، ما ادري ليش. خلينا نحط الكل ستريك. اوكي لو شلت اقل من 5 عيب علي. كم واحد شلت؟ والله ما ادري بس اظن 2 3. ابلع هذول بوتات، طلع قاعد اذبحهم بكل اريحيه. طبعا هذه اللعبه هي حلم اي لاعب
كول اوف ديوتي حرفيا، فيها افضل مابات من العاب مودرن وورفير، افضل مابات من العاب بلاك اوبس، افضل اسلحه من اجزاء كول اوف ديوتي والكل ستريك والبركات وكل شيء. لا وفيها زومبي وفيها مالتي بلاير وفيها باتل رويال. ابلع انت وياه ابلع. هي بس مشكلتها الوحيده انها على الموبايل. اوكي، رحنا من احد اشهر المابات بمودرن وورفير شيبمنت الى احد اشهر المابات في بلاك اوبس نيوك تاون، وهذا الشيء مستحيل تشوفوه في اي جزء غير كول اوف ديوتي موبايل. القم والله السلاح رهيب، ليش ما لعبت شيء من البداية؟ طيب يا أخي أدري بوتات بس خلوهم شوي لاعبين، خلوني أحس إني قاعد أسوي إنجاز على الأقل. طلع ريلود قاعد يطلع علي، إيه خلصت؟ إيه تعال يلا خلني أذبحك. فإيه كول اوف ديوتي موبايل خلص، هذه حرفيا آخر جزء كول اوف ديوتي بهذا الفيديو، ما في أي جزء ثاني. وبكذا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا وصلت لهذه الدقيقة وقاعد تشوف النهاية فأنت أسطوري، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تدعموه بزر اللايك واشتركوا في القناة وشاركونا في التعليقات إيش أفضل جزء Call of Duty بالنسبة لك. هذا الشيء جدا مهم، اذكر أفضل جزء بالنسبة لك أو أفضل 5 أجزاء. وبس، كان معكم بشار كيال وبشار كيكي، شوفكم في فيديوهات ثانية إن شاء الله، مع السلامة.